بارتينا حلوة ومرة The Award Night of the Product of the Year 2011 حدث مهم على مستوى لبنان والشرق الأوسط بضوء على التميز والجودة بمجال السلع الاستهلاكية. ممثلين ل 41 منتج فائز من لبنان والعالم وأهل إعلام وإعلان التقوا وسهروا مساء 25 يناير بمطعم المندلون ببيروت. سهرة فنية حاشدة حضرها السيد كريستيان لبريت مؤسس ورئيس برودكت اوف ذا يير انترناشونال والمنتجات ال 41 رح تتمكن من وضع ملصق فوتد برودكت اوف ذا يير على غلافها الخارجي وبإطار حملتها الإعلانية هالسنة. مبروك للمبدعين للفائزين للمتميزين